نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلنا أن نتصور في البداية رجل صلى الله نعم، عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اختاره الله للوحي ونزل عليه القرآن، والقرآن يعني نزل في شهر رمضان وفيه نعم، شهر الصيام، وهذا الشهر هو الذي فيه الليلة المباركة التي سنتكلم عنها. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم عليه الذي الصلاة نزل والسلام. عليه الوحي، كيف نتصوره؟ يعني كيف نتصوره مع ربه، مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون رسولا حقا، وأن يكون نبيا حقا، وأن يكون أسوة حقا، وأن يكون قدوة يعني لنا. قدوة حقا، وأن يكون كل ما اختاره الله عليه سبحانه نعم، وتعالى. فهذا الرجل صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. لم يكن يصرف الناس إلى الدنيا أبدا، ولا له حديث ولا له نصيحة في الدنيا أبدا. هذا الرسول كان يصرف الناس إلى العبادات، ويصرف الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وكان حتى تأطير الناس وتأديبهم وتربيتهم على ونصحهم. الهداية هذه. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء اسمه في القرآن، يصفه الله سبحانه وتعالى، وفي سورة آل عمران عليه آيات كثيرة، لكن نأخذ أشياء التي يسمعها الناس كثيرا. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا يصفه بأخلاقه الداخلية الباطنية. ولو كنت فظا غليظ غليظ القلب القلب. لانفضوا من حولك، أكيد، لا يمكن أن اختار الله سبحانه وتعالى شخص فظ، لا يمكن. فالشخص كان رقيق، كان رحيم، وكان مبشور، كان متفائل، يعني لم تكن فيه سرعة ولا أي شيء، وكان حليم، يعني وكان يصبر على الناس، وكان يلقى الأذى على الناس وما إلى ذلك. فلا لا لا يشبه الناس في معاملته بهذه الأشياء. كان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة هذا والسلام. الذي نزل عليه القرآن، والقرآن نزل في رمضان. هناك آيات كثيرة، نذكر منها آيتين، نختار منها سورتين. السورة الأولى يعني أنها ليلة القدر، هي سورة صغيرة وهي خاصة بليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ليلة واحدة خير من ألف شهر، يعني نعرفوا هنا القيمة والعظمة ديال العبادة ديال الصيام، ماشي أي، والقيمة ديال هذه الليلة هذه بالقيم ديالها، ماشي الليلة يعني ليلة كونية، نعم، ليلة بالعبادة ديالها، بالقيام ديالها، بالتقوى ديالها، بالصفاء ديالها، بكل شيء ليها. يعني هذه الليلة ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقومون الليل إلى طلوع الفجر، يعني طلوع الفجر آخر قيام الليل. كاين الثلث الأخيرة، كاين أحاديث كثيرة هكذا جاءت، كاين هذه الليلة جاءت كذلك في سورة حاميم، كاين سورة الدخان، حاميم حوام، وقرآن الحوام هو قرآن مكي، قرآن قوي، كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار، كان يقرأه للموعظة، أنه القرآن هذا الحوام قرآن يقرأ. هذه سورة الدخان يقول في هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يعني يفرق الأعمال ديال الناس. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هذه الليلة المباركة، يعني كان التفسير نجد في الجامع لأحكام القرآن القرطبي أنها هي ليلة القدر، أن الله يتكلم عن ليلة القدر هي الليلة. أن في سورة البقرة كذلك أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا يعني تأكيد بأن القرآن نزل في رمضان، يعني قرآن ليس حديث، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريدا على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر. شوف يعني الآية، ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالله سبحانه وتعالى الدين ديالو هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا في حلقة على أن كان خلقه القرآن، طبعا كان خلقه القرآن إنه نزل عليه، ويجب أن يكون هو. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الأسوة الحسنة بهذا الشكل، رسول الله كان لا يستعد لرمضان بكثرة الأكل، ولا يستعد لرمضان خائف، يستعد لرمضان فرحان، ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه بلغه رمضان، ويستعد لقراءة القرآن ولدراسة القرآن وللقيام وللعبادة وللحصول على أكبر الأجر. حتى أن رسول كان يقوم، كانت أمنا عائشة شي مرة يعني
رضي الله عنها هي سألت قالت لي يا رسول الله قد غفر الله لك ما تأخر من ذنبك وما تأخر كما يقول القرآن وليس هي هو القرآن الذي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك ويهديك وينصرك الله ونصرا عزيزا ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله ونصرا عزيزا هذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا القرآن يقر على أنه هذا يعني أنه غفر له صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يكثر من العبادة فقال لا يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف التواضع كان هناك وقت محطة يعني العلماء كيعرفوا هذه المحطة هذه أنه واحد الوقت قرر فيه الرسول على أنه ليس هناك نوم يعني من اللي نزلت أول آية اقرأ فأخبر سيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين قال لها لقد رأيت شخصا يسد الأفق وهزني وأخذني ثم فهي فنجي يعني يرجف قال يعني دتروني دتروني غطوني فمن اللي حكى عليها أخذته أمنا عائشة مقي عليه ما عرفوا الناس والو أخذته إلى ورقة بن نوفل كان رجل أهل الكتاب من أهل الكتاب وكان كيجيها وكان من بني عمومتها خديجة رضي الله عنها فأخذته إليه وحكى له الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ورقة بن نوفل قال إن هذا الناموس الذي كان مثل الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى وليتني فيها جذعا فأنصرك إذ يخرجك قومك رسول صلى الله عليه وسلم تنكر قال أو مخرجيهم يعني ما بيني وبين مال وكيف غادي يخرجوني قال نعم ما آتى رسول بهذا المسيح إلا عاداه قومه وأخرجوه كمل لي هذه فملي كانوا جايين راجعين مع خديجة فرسول صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة ذهب عهد النوم يعني هنا هذه هي المحطة للدم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيشنو ذهب عبد النوم يا خديجة ومن ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه يعني كان دائما في الجهاد دائما في القيام دائما في الدين دائما مع الناس دائما في الدعوة دائما يعني يعلم الناس دينهم يعني حتى الحج يعني حجة الوداع معاش من وراها كثير يعني من اللي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آخر محطة هي آخر المطاف هي في نكمل الوحي يعني فنزلت هذه الآية بصورة يعني المائدة في وقوف في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعد للعبادة وليس للأكل والشرب وليس للطقوس حتى أن هناك غزوات كثيرة غزا المسلمون في شهر رمضان يعني ماذا تعني غزوة في شهر رمضان ماذا تعني يجب أن نستنبط المعنى وأن نفهم على أن رمضان كان يتعامل معه الناس في أعمالهم مثل الشهور الأخرى يعني قدروا يقولوا تيخرج رمضان عاد نمشي ونتحاربوا ولا نمشي وندعي ولا نجاهد ولا لا كانوا رمضان ولا شوال ولا شعبان ولا جميع الشهور كيخرجوا الجهاد يخرجوا الجهاد يكون فاطر صايم يكون جيعان يكون عطشان خارج للجهاد هذا اللي خصنا نفهمه من الخروج في شهر رمضان طبعا غادي ينصرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم في عبادتين أو ثلاث عبادات علاش لأنهم على وضوء لأنهم صائمين ولأنهم خارجين في الجهاد يعني. هما كله غيمشي في سبيل الله مقاتش غادي يصدق ولا غادي يفطر هو كله غيمشي في سبيل الله هو كله ناوي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى فليس هناك أقصى من أن يهدي الله الشخص روحه كلها لله سبحانه وتعالى هي أقصى هي الجهاد العمل الذي يدخل الجنة بدون حساب يعني بين المجاهد والجنة الموت يعني غير الموت يدخلها كانت أحد السيدة توفى لولدها وبقى فيها ولكن بغات تطمئن جات عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لي يا رسول الله أهو في الجنة بغات تسول مسكينة يا مات لولدها أهو في الجنة يا رسول الله قال بلي الجنان أش من جنة قال بلي الجنان يعني مشي على الجنة جنان يعني جنات وجنات قال بلي الجنان فهذيك مرة ارتحت عوض ما تبكي ضحك هي ارتاحت اطمأنت وارتاحت فهذا رمضان كان يستعد الرسول صلى الله عليه وسلم للعبادة كان إذا كان يعجل الفطور كما تفضلت في المقدمة نعم كان يعجل الفطور كان كيفطر قبل صلاة المغرب قبل صلاة المغرب ولكن ماشي فطور ثقيل كان كيفطر رطب تمرات أو ماء يعني تكلمنا عليهم في أول البداية رمضان ثم كيقوم يصلي المغرب وكيصلي صلى الله عليه وسلم صلاة مطمئنة لماذا؟ لماذا أقول صلاة مطمئنة؟ لأن الصلاة ديالنا احنا الآن في رمضان ديال المغرب ما تمشي مطمئنة لأن الشخص يصلي قرب المائدة وهي مملوءة بالطعام لا يمكن أن يطمئن في صلاة لا يمكن ولذلك أنا قلت في حلقة بأن لا يكون أي شيء يفطر الناس ويسلم كيف يعقل على أن الشخص صام 16 سنة ولا يصبر على 5 دقائق صلاة المغرب
يعني هذا حتى الناس الذين يصلون في المساجد يرجعون جري يرجعون جريا إلى منازلهم لهذه المائدة التي ملئت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له مائدة مملوءة أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام ونهى الصحابة عن الوصال لأنه ما توصلوش الصيام نهى الصحابة ما معنى يواصل الصيام؟ أن لم يكن لديه أي شيء لا مائدة ولا أي شيء. إحنا الآن المأكولات اللي كنحضروا في رمضان ما شاء الله كنحضنوا كيلو كيحضر أكثر من 300 كيلو كقناطر ديال الأكل لشهر رمضان ما هذا استعداد لحرب ولا استعداد لنكبة ولا استعداد لأي شيء. وهي مع العلم أن رغيف قليل كيف قليل والبركة أين البركة إذا كنا نصومه هكذا. نحن الآن نصوم كمحرك، نصوم آليا، صيام آلي. لو عدنا إلى ما كان عليه بركة ونؤمن بالغيب ونؤمن هناك بركة في الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصحروا فإن في السحور بركة. السحور شنو كناكلوا؟ الناس كنا نتحدى الناس يكونوا ياكلوا شي حاجة كثيرة قليل ما يتصحر كأس ماء ولا كأس عصير ولا كأس لبان ولا تفاحة ولا جوج تمرات ولا حاجة وفيه بركة. ولكن ملي كما يتسحرش الصباح كيكون الانسان مضطرب ومقلق بحال بقى فيه الحال ما صحاش نعم كذا الاغلبيه الان ما كيتسحروش لا نعم ولكن هذو اللي كيتعشاو حتى ل 12 وكيجمع السحور مع العشاء وينعس هذا يعني هذا النمط ما شاء الله هذا النمط لا نريده في المجتمعات الاسلاميه لان المجتمع الاسلامي انك تسحر وتنام ثم تصلي التراويح وتسحر وتصلي التراويح وتصلي الصبح وهذيك الساعه على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن الناس يناموا ساعه وساعتين ممكن يرتاحوا ولكن هاد الناس اللي كيشاركوا العشاء مع السحور مع 12 ليل ولا الوحده وينامون الى الصباح فلا اله الا الله هذا النموذج الذي يصوم ولا يصلي الصبح هذه نماذج عندنا في بلدان اسلاميه ولات عندنا هذه النماذج هناك من يصوم ولا يصلي هناك من يعني كيف يعقل على انك صائم ولا تصلي كيف يعقل انك تصوم ولا تصلي هل هذه منطق هل يقبله العقل لا يقبله العقل الصلاه اولى فلا يمكن ان تصوم ولا انت لا تصلي لا يمكن واذا كنت تصلي فيجب ان تصلي صلاه الصبح في رمضان لانك في عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في رمضان والقيام كيكون فردي ولا جماعي يعني علي العلماء سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي يعني سن هذه السنه ديال التراويح جماعه لما لا لانك اللي ما غيصليهاش لما صلاها جماعه ما حافظ القران ما هو ما غيصليهاش فسيدنا عمر بن الخطاب جزاه الله خيرا عن هذه الامه انه اجتهد وانه دار هذه صلاه الجماعه ولكن ممكن الشخص يقوم القيام لوحده اذا كان حافظ القران وبغى يدير القيام لوحده يقوم لوحده الرسول صلى الله عليه وسلم هنا العباده مفتوحه فقوم لوحدك ولا تصلي في المسجد صلاه التراويح ولا شيء ما كاين اي مشكل ثم كان حتى يصلي المغرب ويغطش الليل عاد كياكل شي حاجه بسيطه نعم فعلا عاد كيكمل الفطور ديالو ياكل شي حاجه بسيطه ثم العباده على طول القيام والعباده على طول ينام شيئا يعني انه كان رسول الله عليه وسلم لا يتشدد في الدين ولا ينام كثيرا نعم وصلاه التراويح كان صلاه التراويح الصبح لان كاين القيام في الليل كان الناس يقومون الليل كله ولكن هذا يعني الان في العصر الحاضر صعب جدا على الناس فاذا اكتفوا مثلا احنا كنصليو في المغرب 8 كاين مساجد كيصليو 10 الركعات فعلا كاين مساجد كيديروا اكثر ماشي مشكل هذا اجتهاد اللي بغى يصلي حتى ثلاث احزاب يصلي ما عندهاش مشكل فعلا. ولكن ما يتشدوش مع الناس علاش لان ما غادي يصبروا كنشوفوا ان الناس في المساجد كاين اللي ما يكملش حتى 8 ركعات فعلا كاين اللي عنده شغل كاين اللي عيان كاين اللي ما قدرش يوقف كاين اللي ولكن على الاقل الناس يجتهدوا في هذا الشهر ويتجلدوا ويصبروا على العباده لنا حلقه يعني حول العشر الاواخر يعني كيفاش تعبدوا كيفاش ان شاء الله وهذا هذا النموذج صلى الله عليه وسلم اننا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناسي حياته مش غير الاكل نعم حياته كلها ناسيه ولكن كانه بشر لان الرسول الله سبحانه وتعالى يصفه ببشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هذا ان الله سمح فيه جعله بشر هكذا فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت الذي نزل عليه القران كان يدارسه كيعاود يستظهر القرآن في رمضان وكان جبريل عليه السلام كان يدارسه صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان لأن القرآن كان يحفظ ديك الساعة ما كاين لا مكتوب ما والو كان كيتحفظ
وكيتستظهر وكيعاود القران. وكان لاحظوا على ان سنه حميده الان حتى في المغرب مثلا، عندنا احنا في المملكه الحمد لله، ان الناس كيعاودوا التراويح كيستظهروا القران، كي اللي كيعاود يستظهر القران في رمضان على الاقل في رمضان. وحنا كنستظهروا القران مره في الشهر لان كاين الحزب في المساجد، حنا كنقراو الحزب مع الصباح ومع صلاه المغرب، وكاين نهار الجمعه كنقراو ما تيسر عاوتاني قبل صلاه الجمعه. فكيبقى هذا الاستظهار كيعاود الناس اللي حافظين كتاب الله باش ما ينساوش وما الى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في دعائه عند افطاره؟ كان علي المتواتر في الدعاء هو اللي كندعيو به احنا، ويعني العلماء جزاهم الله خيرا انهم حفظوا الناس هذه. خير من بعض الاخطاء فالله اعلم بالسرائر، خير خطا فالله يعرف واش بغى يطلب. سيدنا ابراهيم اللي بغاو يلوحوه في النار عليه السلام، جاء عنده سيدنا جبريل قال ليه ان الله يامر، قول لنا شنو بغيتي زعما شنو قال لك اش ندير؟ قال ليه ان علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. الله عارف اني غنتلاح في العافيه وعارف من غير شو. سيدنا ابراهيم قال لي ان علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، راه عارف هو صافي ما نقول حتى شي حاجه خلي. الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلام، بردا وسلاما باش ما يضروش البرد بزاف، كوني يا نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فلما يفطر يقول اللهم على رزقك افطرت، اللهم لك صمت. لك صمت هنا قصر في اللغه. نعم. اللي كنسبقوا الجار والمجرور كانت تسمى قصر، يعني صمت لله وحده. لله وحده. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لما قدمت واخرت. وملي هذا الفطور هذا ملي كتفطر يعني كيوصف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ديك النعمه ديال الفطور كي يعترف بها لله سبحانه وتعالى. يعني تبتل العروق. نعم نعم. قال ذهب الظمأ وابتلت العروق. نعم. وثبت الاجر ان شاء الله. جميل. ان شاء الله هنا استثناء. نعم. يعني يثبت الاجر ان شاء الله، لما بغاش الله ماش. نعم. فهذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كان امي ولكن كان بليغ في الكلام. أكيد. كان بليغ، كان كلامه بليغ حتى ان الصحابه كانوا كيلقاو مشكل فاش يعرفوا الكلمات اللي كانت ينطق بهم حتى يسولوه. وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يفسرها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ينطق يعني بكلمة أنا وحي، لأن السنة هي وحي، لأن وحي من الله سبحانه وتعالى. وكان يشتد على كبار اللغة لأن التفسير. القرآن نزل بعد المعلقات السبعة. نعم. هو أوج البشرية في اللغة العربية. نعم. الأوج اللي وصلت فيه اللغة العربية في تاريخ البشرية منذ خلق سيدنا آدم. نعم. هو العصر ديال المعلقات السبع. نعم. ليس هناك عصر ظهرت فيه اللغة أكثر من المعلقات السبع. نعم. ثم لما جاء القرآن جميع الشعراء لما سمعوا القرآن قالوا إنه قرآن، عرفوه بانه قران صافي. ما عرفوش لا مع الآية ديالو، لا النسق ولا الوقف ديالو ولا البسمله ديالو ولا الحروف ديال البدايه، الف لام ميم طه ياسين عين سين قاف كاف عين ينص الف لام را، ما علم العرب ان الكلام ديالهم يفتتح بهذه الحروف هذه. فهنا الشعراء هم ادرى باللغه وآمنوا غير لبلاغة القرآن ولقوة القرآن اللغوية فقط. فقط نعم. عاد من بعد غادي يعترفوا بأنه، لأن شوف هذاك المطعم المطعم بن عدي كان سيد قومه. وجاي يحج تلقاو لي الكفار ديال قريش قالوا لي عندك راه غتلقى واحد الساحر في الكعبة، غلق ودنيك بالقطن. عندك لا تصنت لي. فبصح غلق ودنيه بالقطن، بقى شي مرة مع هذاك القطن شويه تبرم، وكان حدا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوه كيقرا. نعم. وعاود حل ودنيه بجوج بدا كيسمع. قال والله اني لحلا ان له لحالا وان له طلب، فوالله ما سمعت هذا، والله انه ليس بشعر، واني وان والله اني لا اجد الشعر، او كما قال حسين والله ليس بشعر. نعم. هو امن هذا الشخص هذا. نعم. امن لما سمع القران، امن وامن قومه. نعم. اللي رجع عندهم قال لي ما تعرفون فيه، ذاك يقول لي علمناك انك صادق وانك نعم. سيدنا وانك لنا. نعم. قال لهم مالي علي حرام وابني علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. نعم. وامن القوم ديالو كلهم امنوا. علاش؟ نعم. سماع القران وكلمات القران ليس اي كلام. نعم. له لغته القران، كاين اللي كيقول لك لغه، نعم اللغه العربيه فيها لغه القبائل ولكن له لغته، هناك لغه تسمى لغه القران خاصه بالقران. لماذا؟ لأن جاء بلغة اليمن، اليمن هي العرب العاربة، هذيك الساعة كانت هي العرب العاربة، هي أصل اللغة العربية. ثم جاء بلغة شبه جزيرة العرب ولغة الأمصار بمصر وبلغة الكوفة والبلدان المجاورة، كانوا كلهم عرب هادو. ومع ذلك لقى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا سياق، ولا ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وكاين السياق هو إلى مدين أخاهم شعيبا، يعني القصر بادي إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. يعني كنلقاو أن الخطاب كل قبيلة كتلقى الخطاب ديالها، كتشوف صورة
فيها الوصف ديال قصص الانبياء بشكل بلغه وصوره تلقى فيها قصص الانبياء بشكل بحال مثلا لمشينا نعم يعني انا اكيد لمشينا مثلا لسوره القصص ومشينا لطه ومشينا لسوره الشعراء كنلقاو على ان سوره القصص هنا ماشي بسوره هود سوره يونس كنلقاو ان سوره الانبياء ليست بنفس اللغه نفس اللغه هي لغه عربيه نعم ولكن لغه القران ولكن هذه اللغه يفهمها جميع المناطق باش ما يقولوش اليمن جاء بلغه مصر ما يقولوش مصر جاء بلغه شبه جزيره العرب ما يقولوش شبه جزيره جاء بلغه اليمن يعني فيه كل اللغات وكل الشعراء وكل الان يعني النابغين ديال اللغات هذيك الساعه كانوا عرفوا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان بالقيام نعم. كان يواصل الصيام ولكنه منع على الصحابة أن يواصلوا علاش لأن هو كان يقول لهم إني أطعم وأسقى يعني أن الله سبحانه وتعالى كان يطعم ويسقي فربما الصحابة غادي ولا ربما تبقى السنة إحنا غنتشدوا غادي يبداو الناس يواصلوا ما يقدوش ما يقدروش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين الرحمة حتى الصلاة لما فرضت فريضة 50 صلاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على حتى وصل 5 فقال هي 50 5 في الأعمال و50 في التواب هذه من الحسنات بعشر كل حسنة بعشر ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا شق على الأمة وحتى الحج في 3 والزكاة والسعة والصالة ممكن تصلي جالس وممكن تصلي بالتيمم وممكن تقصر في الصالة والصيام ممكن تفطر وممكن تقضي وترد ممكن ترد ممكن تقضي على أين الحج كذلك ممكن دير القران ممكن دير الانفراد ممكن دير تمتع يعني على انواع فالعباده والسعه الرسول صلى الله عليه وسلم سهلها ويسرها ولكن بعض الاشخاص باغيين يديروا عباده على هواهم باغي يديروا اسلام على هواهم فالاسلام معروف يعني خصوص عندنا في المغرب الحمد لله انه اسلام نقي سني اشعري عندنا المذهب المالكي يعني هو المذهب المالكي عندنا المذهب المدينه اهل المدينه فالحمد لله ان العلماء ديالنا نقحوا هذا يعني هذه السيره وهذا يعني العقيده والحمد لله والشريعه فليس هناك مشكل فعلى الاقل ان يعلم الناس هذه الحلقه درنا للتذكير بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من رمضان محطه للعباده وشهر للعباده وللقيم وللدعاء وللاكثار امنا عائشه كان يكون اجود ما يكون في شهر رمضان يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مائده ما كانت عنده مائده مملوءه نعم في كل شيء صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده مائده مملوءه وما كان كيصلي صلاه المغرب الان عندنا احنا يعني بسرعه فائقه لان مائده تنتظرنا فالذي ينتظرنا هو الجنه ان شاء الله والذي ينتظرنا هو عباده الله سبحانه وتعالى والذي ينتظرنا هو الأجر وليس هذا الأكل في الدنيا فكيف ما كان الحال هذه دنيا وسمها الله هكذا دنيا فهي دنيا ولن تكون جنة لا يمكن للدنيا أن تكون جنة وهناك أشخاص يريدون أن يجعلوا من دنياهم جنة هي ليست جنة هي دنيا جعلها الله هكذا فيها المرض وفيها الظلم وفيها الحقد وفيها البغض وفيها هي هكذا هي لا 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 تستقيم إلا بالعبادة ولا تستقيم إلا بشرع الله ورجوع الله سبحانه وتعالى رمضان جاء طبعا لتنقية النفوس ولإصلاح العديد من الأخطاء لا بالنسبة للصحة ديالنا ولا لأخلاقنا وكنتمنوا أن الكل أنه يستفد طبعا من ما قدمته لنا دكتور رمضان تفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين وما شاء الله ولكن الناس يستفدوا من هذا الشهر ولكن في الحقيقة إذا ما تحدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكفينا حلقة سواء عن أخلاقه أو عن صيامه وإنما طبعا قدمت لنا حسب وقت البرنامج وشكرا لكم دكتور على هذه المعلومات القيمة.